بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة، حلقة استثنائية مع ضيف استثنائي العزيز جدا عزيز بودربالة، أحد جواهر المواهب العالمية في رأيي. تفضل. أهلا بكم أعزائي. كريمو العزيز، عزيز أو فقط لاعب واحد، مشى الجري يسرى عزيز، مشى إصابة ثانية ديال عزيز بواحد المجهود فردي، إصابة ديال عزيز في الدقيقة 37 من الشوط الثاني. لاحظوا عزيز كيفاش مشى والدور اللي لعبوا كريمو. الحقيقة هو مش عزيز المغرب بس، عزيز كل العرب، ولما يكون في ضيافة ملك وكتابة فهي زي ما المهندس عادلي قال بداية استثنائية في حلقة استثنائية وربما في ظرف استثنائي. كابتن عزيز بودربالة أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا، شكرا على هاد الضيافه الجميله، وصراحه انا كنحس براسي اولا معكم انا ما بين احبابي واهلي، وطبعا في مصر هادو انا وسط اخواني وفي بلدي الثاني، هذا ما فيه شك. انت عزيز اسما وفعلا. الله يبارك فيك. بص، يعني انا عشقت الكره لان امثالك يلعبونها فعلا، وهذا كلام مش كلام بنحتفي بضيف فبنقول الكلام الحلو وبنبالغ ساعات، ولكن عزيز بودربالة واحد من المواهب الكروية النادرة في أفريقيا، أنا بقول على مستوى العالم، كان ممتعا في كل ما يقدمه في كرة القدم، ولو عصرته لأحببت كرة القدم من أجله. الحقيقة نحتاج لكلام كتير عن عزيز بودربالة، لكن لأنه ضيفنا النهاردة عايزين نقول للأجيال الجديدة من هو عزيز بودربالة. أعتقد عندنا تقرير عنه، عن مسيرته للأجيال الجديدة، لكن الأجيال اللي استمتعت بكرة القدم العربية واللي استمتعت بأداء أسود الأطلسي في كأس العالم عارفين كويس قوي مين هو عزيز بودربالة. هو عزيز في المغرب، عزيز على مصر، عزيز في قلوب القارة السمراء. هو عبد العزيز الإدريسي بودربالة، المشهور عند أهل ساحرة المستديرة باسم عزيز بودربالة. هو ضيف حلقة ملك وكتابة الليلة. بدأ بودربالة مسيرته الكروية في نادي الوداد قبل انتقاله عام 1984 إلى نادي سيون السويسري. ساهم معهم في تحقيق بطولة كأس سويسرا عام 1986. في هذه الفترة انضم إلى صفوف منتخب المغرب المشارك في بطولة كأس العالم عام 86 بالمكسيك، قدم أداء عال في المستوى، ساهم بشكل كبير في تحقيق نتيجة التعادل السلبي أمام منتخبي إنجلترا وبولندا، ثم الفوز بنتيجة كبيرة على منتخب البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، ولولا خسارة من ألمانيا بهدف لوصل مع منتخب بلاده لمراحل بعيدة في البطولة. ونتيجة لمستواه الرفيع احتل المركز الثاني في استفتاء أفضل لاعب إفريقي عام 86 خلف مواطنه بادو الزاكي وأمام الكاميروني روجيميلا. بعد نهاية البطولة انتقل إلى نادي ريسينغ باريس الفرنسي، وساهم في احتلال المركز الثاني في بطولة كأس فرنسا عام 1990. بعدها انتقل إلى نادي ليون الفرنسي قبل العودة لناديه الوداد حتى اعتزاله. على مستوى منتخب المغرب لعب وشارك في إنجازات بلاده من عام 80 إلى عام 92. حصل بودربالة على دبلوم التدريب العالي من سويسرا، وتم تعيينه في 26 من مارس عام 2005 مساعدا لمدرب منتخب المغرب. في عام 2006 تم تعيينه مدربا لنادي الوداد بعيدا عن معشوقته كرة القدم. هو يعشق الفن خصوصا الموسيقى والسينما،
بودربالا يمتلك شهرة إعلامية تفتح المجال أمام المخرجين للتعامل معه، فعمل ضمن طاقم البرنامج الرياضي القدم الذهبية الذي يهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في لعبة كرة القدم. يطلق عليه اسم ستار أكاديمي كرة القدم، كما أنه من خلال برامج الحوار التي شارك فيها كان آخرها برنامج كوميديا شو أظهر امتلاكه لموهبة حقيقية في التمثيل. شارك في تمثيل مسلسل بعنوان الفريق من إخراج محمد نصرات، ولا يبتعد بودربالا من الميدان الأثير إلى نفسه أي ميدان كرة القدم، فالمسلسل يدور حول عشق كرة القدم والمسرات والأوجاع المرتبطة بهذا العشق الفاتن. ها هو اليوم على شاشة قناة الأهلي مع القيعي والمنيسي لفتح نوافذ جديدة في الفن والتحليل والتمحيص لبطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا على الملاعب المصرية. بداية يعني طبعا لو عندنا وقت كنا عملنا حاجات أحلى من كده بكتير. أنت راجل احترفت في ليون، وقتها كان من الأندية الثقيلة في أوروبا، لكن بداية لازم أشكرك أنك اقتطعت من وقتك الذي أعلم أنك أنت في مهمة رسمية، وأنك أنت يعني سرقت لنا هذا الوقت عشان كنت موجود معنا، فنشكرك تماما تماما على تلبيتك هذه الدعوة الكريمة. إبراهيم يعني هو كابتن عزيز بيرد الزيارة دي، مباراة الإياب يعني يعني انت كنت بتفكرنا مباراة الذهاب معاها كانت في اغادير، كنت بتفكرنا واحنا في اغادير وعملنا معاك ايضا حلقه استثنائيه. ادي ملك وكتابه من المغرب دي 2013 دي في أغادير. في الضربه ادي لا ايوه في الضربه الدار البيضاء. لا طبعا انا كيف قلت وكان كرر كلامي اعيد كلامي، والله انا سعيد جدا بحضوري معكم بتواجدي معكم، لان كان حس براسي في داري او في بيتي، هذا ما في شك. مؤكد ان انت هنا طبعا للكان ومستمتع وبتحلل التلفزيون المغربي وبعض القنوات الاخرى. تماما تماما. بدايه انت شايف البطوله في مصر ازاي يا كابتن؟ انا اظن كأس إفريقيا للأمم في مصر، مصر عاطية لهذه الدورة قيمة وشان، لأن نحن كنعرفوا مصر بتاريخها وحضارتها وبأهلها، هذا ما في شك. البطولة الآن الحمد لله يعني تمر في ظروف هائلة جدا، وهذا مش يعني مش كلامي لوحدي، كلام كل المتتبعين وكل الاختصاصيين اللي موجودين هنا في مصر، بانه الحمد لله هذه الدوره هذه متميزه، وزياده على هذا هذه اول مره كتمر كاس افريقيا للامم في عوض 16 المنتخب ال 24 المنتخب، مش سهل، ولكن الحمد لله لحد الان احنا كنعيشوا ممكن نقول اوقات تاريخيه، وغادي تبقى في الذهن كل الحاضرين هنا، وكذلك منتخبات مدعومه بواحد العدد من نجوم الكره العالميه، هذا شيء صراحه يثلج الصدر. وكيف كان عيد كلامي في مصر، مصر عاطيه بكل صراحه قيمه كبيره لهذه الدوره هذه. يعني أنا ملاحظ أستاذ إبراهيم، مؤكد الظاهرة دي لفتت انتباهك، إن أحد البطولات القليلة اللي معظم الفرق جاية بكامل نجومها سواء المحليين أو المحترفين. صحيح. يعني نجوم. صحيح. نجوم العالم الأفارقة في كل الدوريات الكبرى موجودين الآن على أرض مصر. صحيح. دي أدت زخم للبطولة، ولا أدت طعم، ولا أدت صعوبة، ولا أدت جمال، ولا تعتبر البطولة دي من الناحية الفنية عاملة ازاي؟ من الناحية الفنية احنا يعني شفنا مباريات مهمة جدا حتى الآن، وحنا كنعرفوا بأنه الكل كيعرف بأن الكأس إفريقيا للأمم دي تظاهرة مش سهلة بالفوز بهذا اللقب،
وكل المنتخبات يعني واعية، كل الوعي بأنه مش من الضروري يكون منتخب فيه لاعبين متميزين أو موهوبين أو نجوم للفوز بهذا اللقب. هذا مش كافي، لأن المشوار طويل متعب صعب وفي بعض الأحيان معقد، فلازم يكون يعني الصبر وتكون يعني الذكاء في تدبير كل الأشياء اللي كانت توصل عندك في أي لحظة، خاصة في المباراة أو خارج المباراة. وهذا يعني لا يمكن يكون التعامل معه إلا إذا كان عندك يعني ما نقولش مدرب، ولكن ناخب وطني، ناخب محترم متميز يعني كيبدع في اختياراته اللاعبين، في اختياراته النهج ديال فريقه. وكيف قلت بأنه مصر، أنا متأكد بأن كل لاعبين هاد النجوم الحلم ديالهم طبعا هو الفوز بلقب كأس إفريقيا الأمم في أول دورة غادي ديال 24، وثانيا في مصر، لأن أنا أظن النكهة ديال هاد اللقب في بلد آخر إفريقي ما تكونش عنده الحلاوة والنكهة في تخوض على أرضك. السؤال المهندس عدلي في جزئية أن دلوقتي إقامة البطولة في الصيف أتاح الفرصة لكل نجوم الكبار يجوا، صحيح، بس في شكوى من الحالة البدنية أنه حتى كبار النجوم المحترفين برا هم في أجازاتهم، فبالتالي الحالة البدنية للبعض منهم يبدو غير جاهز، ده صحيح؟ أنا ما متفقش على هذا الرأي صراحة، لأنه إحنا كنشوفوا في كأس العالم أكبر تظاهرة عالمية، يعني كل لاعبين كتلعب في مرحلة في الصيف، وكل لاعبين كي وكوبا أمريكا تماما، وكوبا أمريكا لا أظن هم عايزين رياح بس في أفريقيا. لا طبعا، لأن اليوم اللاعبين يعني كيعيشوا ممكن نقول مبرمجون لكل هذه الأشياء، لأن اللاعب اليوم بيتقاضى مبالغ خيالية وكيعيش يعني يعمل بفلوس تماما. ما فيش إلى دار واحد المجهود يعني إضافي الدقيقة بدي كام الثانية. طيب المنتخبات العربية يعني شيء رائع جدا إنه نلاقي مصر وتونس، مصر والمغرب والجزائر يتأهلوا بالعلامة الكاملة، الثلاثة حققوا ثلاث انتصارات. هنوقف عند المغرب طبعا، بس مبدئيا كرة شمال إفريقيا إزاي أنت شايفها من خلال الدورة؟ أنا في رأيي هذا يدل على أنه كرة القدم في المغرب العربي أو في شمال إفريقيا، أنا كنت أتكلم طبعا على المغرب وتونس وليبيا وحتى موريتانيا، لأن شفنا موريتانيا منتخب حلو عنده لاعبين لم مفاجأة صراحة. وليبيا ومصر هذا يدل على أنه الكرة العربية أو شمال إفريقيا فيها لاعبين خزان كبير ديال اللاعبين الموهوبين، و لازم نطوروا كرتنا يعني في المنطقه، على اساس يكون عندنا نجوم كبار مثل الان محمد صلاح وزياش ومحرز وزيد 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 والنيني والتريزيغي وزيد، يعني اسماء كبيره بزاف، لانه هو مثلا في مصر لازم يكون 10 محمد صلاح، في المغرب 10 مثلا زياش اليوم، او في الجزائر نفس الشيء، في تونس، في كل بلدان العرب. والحمد لله يعني المنطقة العربية او الدول المغرب العربي او شمال افريقيا بما فيهم طبعا كيف قلت كل الدول، ومصر لازم يكونوا نجوم كثار كيف يعني زمان. احنا كنشوفوا في مصر قبل ما المدهش ان في السابق زي ما تقول زمان كان عندنا نجوم مواهب هائلة طبعاً، ومواهب هائلة، ولم تكن عندنا النتائج اللي بتحصل بعد كده. يعني منتخب الخطيب وحسن شحاتة وفاروق جعفر وعلي بوجريشة وقبليه الشاذلي ومصطفى رياض وصالح ورفعت لم يحققوا
يعني هل كرة القدم لما اختلفت وبقت تعتمد على القوة البدنية وعلى السرعة والجماعية بالإضافة إلى الموهبة ساعدت المنتخبات العربية أنها تقرب من أوروبا شوية ولا؟ طبعا طبعا طبعا، لأن كاين واحد الانفتاح كبير في الكرة العالمية اليوم وخاصة في أوروبا، وحنا كنعرفوا بأنه أوروبا هي اللي كتحكم في الكرة في العالم، لأنه أكبر اللاعبين أكبر نجوم الكرة موجودين في أوروبا، وأكبر الأندية موجودين في أوروبا، والإمكانيات الكبيرة موجودة في الأندية الأوروبية، فالأمور طبعا تغيرت، والآن الكرة الحديثة تغيرت كثير على زمان، هذا ما في شك. اليوم ولاو أصبحت يعني كرة مدروسة وكرة تلعب بطريقة يعني علمية غير اللي كنا احنا كنلعبوا به. التكتيك بقى مهم، التكتيك لا طبعا الفطر. طبعا احنا كنا كنلعبوا طبعا بالموهبة وكنلعبوا بالفطرة. ان لما كتشوف مثلا ما نهضرش انا عليا انا ولا على اي نجم اخر، انا غادي نتكلم على محمود الخطيب. محمود الخطيب لا اظن في زمان غادي يخلق لاعب بحال محمود الخطيب. يعني انت ترى احد نجوم الكره عبر تاريخ؟ طبعا محمود الخطيب، احنا لما كنكونوا متواجدين مع محمود الخطيب ما كنتكلموش حتى يدل لنا محمود الخطيب بالكلام. يعني وهو يعني يراكم هكذا، والحقيقه ده اللي انا قصدي عليه. يعني لو حد منكم موجود النهارده حظوظه بقى على مستوى العالم كان يقدر يتعامل مع الاحتراف؟ احنا سبقنا لها ديالنا السيد المهندس. احنا سبقنا انت سبق في يعني المغرب كان ليها محترفين كتار، لكن في مصر ما كانش فيه. يعني الاحتراف وصل عندنا متاخر قوي اظن احنا، لان بحكم قرب لاوروبا وكانت اللغة وكذلك حتى يعني كان من السهل الواحد من المغرب او الجزائر، لان قرب وخاصه احنا كتعرفوا تواجد المغرب فين، احنا يعني حدود مع اوروبا. منفتحه اكثر طبعا. واظن ان محمود الخطيب او طاهر ابو زيد او فاروق جعفر او حسن شحاته او كل نجوم اللي عرفت الكره المصريه زمان حتى الفتره ديال ابو تريكه، لا اظن كانوا يعني هما في عندهم رغبه يحترفوا. الظروف ما سمحتش، لان صراحه هما اظن دائما لما كتكون كتلعب في نادي مثل الاهلي اكبر نادي في عند العرب وفي القاره الافريقيه وبالألقاب وبالمجد ديالو مش سهل. طيب مش سهل، ولكن غير اسمح لي استاذ، غير اللي كاين هو الكره الحديثه اليوم طبعا ولات فيها كيف قلت كره علميه، وكره ولات يعني كل لاعبين كيعرفوا، الاغلبيه كيعرفوا تدبير المساحات والسرعه وكذلك العدد في وسط الملعب، ولات اشياء كتعطي واحد النوع من في غالب المباريات نوع من المتعه ومن الفرجه الخطط ما كانتش مزحومه زي دلوقتي، وما كانش بالعنف بتاع دلوقتي، فطبعا كان في مجال للابداع. صحيح، انا كان كيبان لي زمان كان اكثر عنف على اليوم، اكثر من دلوقتي طبعا. اهو والله يعني كان المان تو مان بقى. لا كانت كره، لانه خاصه في افريقيا السمراء كانت صعب جدا والله. ما كانش في مساحات يعني كثيره. قبل ما اسالك عن المغرب ونخش على المغرب، لان طبعا هتقول لنا كيف كان المغرب معك وكيف هو الان المنتخب يعني، لكن ايه المنتخبات اللي انت شايف لفتت نظرك في هذه الدوره؟ اكيد اظن البلد المنظم طبعا مصر، ولو ما شفناش يعني المنتخب مصر في مستواه العالي جدا، لانه كاين هناك اشياء غير عاديه وغير طبيعيه. منتخب مصر افضل من هذا طبعا، وعنده حتى يعني لما كتشوف كل اللاعبين الموجودين يعني لاعبين في مستوى عالي جدا، نجوم، عندك محمد صلاح وعندك
تريزيغي، وعندك في طريق حامد والنيني وعبد الله السعيدي والحارس شناوي. شناوي يعني المنتخب هائل، ولكن انا في رايي المنتخب المصري لاعبين الوسط ما عارفينش مهمتهم، يعني الدفاعية أو الهجومية، يعني عندهم شكل من اللخبطة. اللخبطة صح صح، عدم التنسيق في عدم التنسيق وعدم ادراك ونقصهم ونقصهم استاذ، اظن انا الاوتوماتيزم يعني داخل المجموعه، وكيعولوا كثير على المهاره محمد صلاح مستسهلين، يعتمدوا على مهاره تريزيغيه وصلاح تماما. ولكن كيبقى منتخب مصر ده ما في شك، منتخب مصر كيف قلت هو من المنتخبات اللي عنده شخصيه وعنده قيمه، وكي لما كتكون لاعب ضد مصر كتحس بواحد الاحساس ديال الرعب، هذا ما فيه شك، مثل المنتخب المغرب والجزائر والسنغال. وقوه اظن اليوم انا من كل متتبعين حال الف، يعني في هذا الوقت اللي احنا بنتكلم فيه بيقولوا افضل منتخبات الان في البطوله المغرب والجزائر. ليش؟ لان المغرب صراحه عنده منتخب متكون من لاعبين او متكون من لاعبين عايشين هذه مده ازيد من 5 سنوات مع بعض، وعندهم ناخب وطني إيرفي غونار. انت تعرفوا تعرفوا اللغه الفرنسيه ما معناها غونار؟ هو الثعلب. 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 وغونار رجل يعني انسان محترم وشخصيه قويه، وكيعرف يتعامل بشكل رائع جدا مع كل العناصر. الرب حلم كل المنتخبات وحلم كل الانديه فعلا. اعطى المنتخب المغربي طريقه، ممكن نقول طريقه جديده في اللاعب. لان الا كتلاحظوا المنتخب الوطني المغربي ولو ما كيعملش مباراه يعني كبيره جدا، كيبان لك بانه منتخب صاحب الكلمه الاولى. صاحب الكلمه الاولى صحيح. وهذا كله عندك المغرب وعندك الجزائر، وشيء ما المنتخب السنغال. قوه هذه المنتخبات هو وسط الملعب. وسط الملعب. ونقطه ضعف المنتخب المصري. نقطه ضعف صحيح. نشكرك على صراحتك. لا تمام كده، ده مطلوب. وعندكم في مصر انا كنظن وكنعرف بانه في وسط الميدان ديال المنتخب مصر من ابرز واحسن اللاعبين الموجودين في الدوره. انما الميكانيزم كاين هناك خلل. كاين هناك خلل ممكن. طيب افضل منتخبين وهو بالفعل المغرب والجزائر حتى الان مدرب وطني ومدرب اجنبي. ايه الافضل؟ يعني الاختيار جمال بالماضي في الجزائر عامل تجربه هايله جدا. هيرفي رينار في المغرب عامل تجربه هايله جدا. الانسب للعرب ايه؟ الاجنبي ولا الوطني؟ اشوف استاذ ابراهيم، واحنا دائما طبعا كنا دائما احنا كنساندوا المدرب الوطني طبعا. انا بقول لك عشان احنا في مصر نعمل ايه؟ نجيبوا اجنبي ولا نجيبوا وطني؟ لا شوف، انا في رايي، لان كيف قلت من قبل انا ما كنبغيش نستعمل كلمه مدرب. ناخب افضل، لانه ناخب اصلا يعني منتخب كي فتره من الفترات 4 أو 5 فترات في السنه. بكيجمع منتخب لاعبين من ابرز اللاعبين ديال البلد. هو لا يدرب لا يدرب، انما يدير. الله يعطيك الصحه استاذ، يدير. لما كتكون تعرف تدير واحد النخبه من اللاعبين او من نجوم كره البلد، خلاص المشكل تحل. انا اظن بانه جل اللاعبين او المدربين المحليين عندهم نقص من هذا الجانب للاسف. يعني انت محلي الا اذا لقيت رينار.
واجنبي لا. اللي لقيت بالماضي لا لا عرفتي علاش؟ لانه إيرفي رونار اشتغل في افريقيا ازيد من 10 سنوات صحيح جدا في افريقيا، كان مع كلود لوروا يعني صحيح. كان مساعد وخد تجربه كبيره في القاره الافريقيه وتعرف على الكره الافريقيه وعلى جل اللاعبين في افريقيا وحتى على طريقه والنهج ديال كل تقريبا المنتخبات، وفاز يعني باللقبين في 2013 اظن 2015 مع زامبيا والكوت ديفوار، هذا اعطاه واحد النوع من الارتياح داخل الفرق اللي مرنها، خد معاه بطولات صحيح صحيح. هو المغرب هيستغنى عنه بعد البطوله؟ هو عقده يخلص بس ما مش معنى كده انه هيستغنوا عنه ولا لا؟ لا طبعا لا، هو إيرفي رونار عنده عقد مع الجامعه الملكيه المغربيه لكرة القدم حتى 2021 ولكن كان هناك في 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 بند مع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم في كل تظاهره في حال كاس افريقيا كي يتواجدوا مع بعض ويقروا نزيد او في انباء انه قد يظهر في الدوري المصري. انا سمعت هذا الكلام، نادي بيراميدز بيفاوضوا مفاوضات جديده، سمعت هذا الكلام وسمعته من واحد من اقرب من إيرفي رونار ولكن إيرفي رونار هو صراحه احنا بالنسبه لنا كمغاربه وك يعني كجامعه ملكيه الملكيه لكره القدم وانا عضو في الاتحاد عضو تنفيذي، احنا يعني ما عندناش يستمر طبعا ولكن هو رينار يعيش يكرر تجربه جوسيه مع الاهلي، مدربين ما تتخيلهمش يبعدوا عنك بس يعني كيف كنقولوا الان هو الكره في عند إيرفي رونار، هو اذا كان عايز يعني يكمل مع الاتحاد احنا على الرحب والسعاده، ده احنا غنكونوا سعداء ولكن يعني الباب مفتوح. طيب المنتخب بقى المغربي، انت جاوبت تقريبا على نص السؤال، يعني الوقت اللي انتوا لعبتوا فيه كوره كان برضو المنتخب المغربي حاجه مرعبه، يعني كان مليان بوم ومواهب، و كان من المنتخبات اللي يعني كل الناس كانت بتقول الاقرب الى الكره الاوروبيه وقتها. ازاي تشوف منتخب المغرب وهو بيحقق بطوله المحليين وبعدين بطوله الانديه وبعدين دلوقتي بيقدم مردود ممتاز مع في البطوله دي، ايه الفوارق الفنيه؟ يعني هو الان يعني هذه تقريبا 4 سنوات، لا ممكن نقول 6 سنوات منذ ترأس فوزي القجع رئيس الاتحاد الجامعه الملكيه لكره القدم، اسمحوا لي على الكلمه، ممكن نقول بانه عمل ثوره كرويه في بلدنا في البلد. صحيح. يعني هو طور الكره المغربيه طبعا لما تشوف الان في المغرب من الجانب الانجازات اللي حقق بلدنا الحمد لله في جميع المناطق وفي جميع المدن من ملاعب ومنشات رياضيه ومن مراكز تكوين ومن شيء صراحه رائع جدا. والان يعني في هذه اسبوعين الجامعة الملكية لكرة القدم دشنات مركز المعمورة في الرباط القديم، ولكن هو يعني أصبح الآن كل الأجانب اللي كيجيو أظن رقم واحد في العالم. والله شيء المغرب يستعد لكأس العالم، هو مصمم عليه صراحة شيء جميل جدا. ولكن اللي أجمل وهو اليوم مع رئيس الاتحاد السيد فوزي القجع، هو مش عايز بس يطور كرة القدم في المغرب بل تطور الكرة في القارة الإفريقية بصفة عامة. عينه على الاتحاد الإفريقي؟ أنا لا أعلم والله، ولكن هو رغبته لأنه واحد هو شغوف بكرة القدم ومحب ويعشق وعنده عنده الفكر ده. صحيح وإحنا معاه طبعا، لأنه بدأ الآن في خلق في كل الأندية المغربية مراكز تكوين،
وبدات لان احنا يعني كان درسوا الشباب كره القدم بطريقه علميه. ونكون معكم صريح، هدفنا هو نكون في المرتبه الاولى في القاره الافريقيه. هذا ما فيه شيء رائع وهو واضح في الشغل. واضح يعني انت شايف ان في شغل صادق طبعا، طموح اتعمل صحيح. في الكره المغربيه صحيح. بدايه من البنيه. انا بلخص بس عشان يمكن نشوف حلنا. البنيه التحتيه، وبعدين اداره كره القدم تماما. هل في مشاكل في المسابقات المحليه؟ الناس تشعر بعدم العداله، الناس تشعر بعدم النظام احيانا، الالتزام باللوائح. في اي مشكله من المشاكل دي في الكره المغربيه؟ واو استاذ، انت هتعرف بان المشاكل دائما موجوده في المغرب او خارج المغرب، في اوروبا، في امريكا. ولكن اللي احنا الان مرتاحين له وهو لما كيكون فيما كيكون مشكل كنلقاو الحل بسرعه. بيواجه المشاكل طبعا. والان الكره القدم او البطوله الوطنيه المغربيه حسب اللي كنعرف، حسب معلوماتي، هي رقم واحد في المغرب العربي. انا الدوري المغربي هو اقوى دوري تماما الان. يعني هذا الان ما جاش بالصدفه، لانه انت ذكرتي احنا كنا زمان الفرق الوطنيه، الفرق المغربيه ما كانتش حاضره يعني في افريقيا، في المنافسات الافريقيه يعني. ما عندناش تصنيف. الان وليت كتشوف الوداد البيضاوي الحمد لله رجعت ثاني، الرجاء اكادير. لما قال الوداد قال لك الحمد لله، هات انا وداد يعني وانا ضاير بيا يعني هنا اللون الاحمر. ايوه طيب، الوداد فوزي الاقجع خد موقف قوي مع الوداد في نهائي دوري الأبطال الأفريقي مع الترجي. الأمور هتنتهي إلى إيه؟ لا أظن أنا شفت الرئيس الوداد من ساعة قبل ما نجي لعندكم الاستوديو، أظن الأمور الحمد لله يعني غادية في اتجاه صحيح. ممكن مباراة تعاد أظن، ما هو القرار إعادة المباراة. بس الترجي قال أنا مش هلعب، والوداد قال لك أنا حق أخذ البطولة من غير لعب. ده بيرد على هو تماما، مشكله كبيره يعني صراحه. ستلعب المباراه الاثنين حيلعبوا. لا انا اظن ستعاد المباراه ما دام فيها شك. مصر انفتحت على دوريات المغرب العربي، وبقينا نشوف لعيبه كتير من المغرب ومن تونس ومن الجزائر في الدوري المصري وفي الفرق المصريه. وليد ازارو على سبيل المثال، شايف تجربته ازاي؟ شوف انا على وليد ازارو وعلى الاحداد، انا ممكن نقول لكم بان برفع القبعه على الاثنين. ليش؟ احنا الان في 2019، في 2015 ثلاث او اربع سنين ما كانوش معروفين ازارو واحداد. عمل نادي الدفاع الحسني الجديد اللي كتعرفوا، الدفاع الحسني الجديد، تنقيب على هاد اللاعبين في ما نقولش في الهوات بل في فرق الاحياء. وجابهم الاثنين للدفاع الحسني الجديدي في ظرف سنه واحده، يعني لفتوا الانظار. ازارو استدعاه المدرب من الحي مباشره، استدعاه في سنه من بعد سنه، استدعاه للمنتخب. ومن بعد ازارو لعب فين؟ ازارو ما لعبش في اي نادي من الانديه العربيه او الافريقيه. ازارو من الدفاع الحسني الجديد يلعب في الاهلي. الاهلي خد هدف الدوري، وهدف الدوري الاهلي اكبر و اكبر نادي في افريقيا. في المغرب في اهلاويه وزملكاويه ولا طبعا بيتابعوا الدوري كثير. اسالك ولا بلاش؟ علي انا اهلاوي ولا زملكاوي؟ وقال لك انا مبسوط من اللون الاحمر. لا انت بتجاوب له ليه؟ لا سبون صراحه، انا يعني عندي اصدقاء لاعبين من هنا ومن هنا، ولكن على كل حال انا عندي واحد شويه ديال الميول للاهلي. ليش؟ لان قلت لكم
عندي واحد من اللي كنقول تماما الخطيب. انا بالنسبه لي من كلاعب وسط الميدان مام حتى في اوروبا اظن الان مش موجود. انت لازم تروح له في النادي وتزوره وتسلم. لا انا غنزوره طبعا. لازم يا ابراهيم لا ده ما في شك. وحنا من زمان يعني في المغرب يعني طبعاً احنا كلاعبين انا كنتمي للمدينه القديمه في مدينه الدار البيضاء، والاغلبيه السكان ديال المدينه القديمه في مدينه الدار البيضاء كيحبوا الاهلي لانه كيلعبوا بنفس اللون الوداد طبعا. ولكن عندي الزمالك صراحه كل احترام والتقدير لهذا النادي لانه نادي عربيه طبعا صحيح. نادي كبير وحنا كعرب محتاجين الانديه كثير بحال في هذا الحجم ديال الاهلي والزمالك والوداد والترجي وديال الرجاء صراحه. صحيح. كيف ترى الجزائر؟ منتخب الجزائر منتخب الجزائر حسب ما شفنا يتضح بانه كيف قلت الاقوى والافضل مع المنتخب المغرب، لانه كيشكل عنده وسط الميدان من ابرز ما كاين في هذه الدوره، وعنده مدرب عرف كيفاش يوظف، لان في كل منتخب المساله ما لهاش يعني علاقه بالخطط بالخطه او بالارقام، فهي عندها علاقه بالمهام وبالوظائف. وانا اظن هذا المدرب بالماضي عرف كيفاش يستعمل كل هذا. طبعا شفنا في المباراة الثالثة بتاعة المنتخب الجزائر لعب بلاعبين احتياطيين وفاز في المباراة بأداء سهل ممتنع تماما. محمد صلاح يعني فجأة هو خارج من نادي المقاولين، يعني مش لأهلي ولا زمالك، توقعت أنت كنجم احترفت في أوروبا أنه صلاح يصل إلى هذه المرتبة وشايفه رايح فين؟ شوف أستاذ إبراهيم، محمد صلاح هذا كان بالنسبة لنا احنا كلنا يعني مفاجأة القرن، لأنه لاعب عربي يكون الآن يقارن بميسي ورونالدو هذا مش يعني مش حاجة يعني بسيطة، مش سهلة. لا مش سهلة، ولكن أنا اللي ساعد به أكثر وكيف قلت من قبل، احنا في الوطن العربي عندنا محمد صلاح مش واحد، موجودين بكثره وفي اي بلد من بلد، لا في مصر ولا في المغرب ولا في الموسم الاهلي محرز افضل محترف في الدوري الانجليزي، وبعدين يجي محمد صلاح، بعدين دي يعني امارات للعرب اشاره مين المغرب اللي ترشحوا ونعمل زياش؟ يعني هيرفي رينارد بيقول انه ده محمد صلاح بتاع المغرب وانه عنده نفس القدرات، هل فعلا نفس القدرات؟ صحيح، السرعه والهدوء صحيح وخاصه عصبي شويه. لا شفته مرتين وهو بيخرج ولكن منطعد. لا 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 هو الانسان يعني ظريف ومؤدب ومحترف بمعنى الكلمه، وما بيتكلمش كثير ولكن ما فيش الحكم نرفزه عشان عايز يطلع كده قال له اطلع كده، لكن اظن بانه هو نسبي انه فيه قانون جديد يخرج من اي مكان ما عنديش هذا قانون زياش زياش. فرجعنا مثلا لمحمد صلاح او محرز او زياش او ام رابط او تريزيجي. انا عندي تريزيجي بحبه كثير هذا اللاعب صراحه. لعيب عنده امكانيات هائله ولسه ما حدش اكتشفه. يعني انا تريزيجي كان ممكن يعني عنده ما يكفي من المؤهلات باش يلعب في نادي اوروبي كبير. عايز واحد زي يؤمن بيه زي الانجليزيه بدات كلوب كده، ما امن بقدرات صلاح عايز حد كده تماما. فلهذا احنا بالنسبه لنا الاطمئنان الكبير اللي كاين اليوم، وهو انا عارف بانه ما بيننا يعني لنتكلم على غير القاره الافريقيه واوروبا، الكره الافريقيه والكره الاوروبيه كاين فرق كبير جدا. ولكن ممكن ان شاء الله بالعمل الجاد وكيف قلت بهذا
المراكز التكوين وبال هل العقلية والثقافة الكروية هي اللي ممكن تكون عامل الفرق ده؟ طبعا طبعا ده يعني لو ابتدينا عندها دور كبير يا استاذ، واللي بيقدر يكتسبها هو بيعبر عن نفسه كويس. صحيح. نور الدين مرابط بيفكرك بمين؟ اقول لك انا بينا شويه ولا ايه؟ والله ما اعرفش، ممكن انا اشوف الدور اللي بيلعبه مع المنتخب. انت كنت بتلعبه مع المنتخب، يعني انت بحليات اكتر، جماليات يعني مهارات، لكن نفس المسؤوليه ونفس الدور. صحيح صحيح. محمد لا عفوا، أمرابط عنده مهمه اساسيه وصعبه داخل المنتخب، لان كيف قلت نقطه القوه عندنا احنا في المنتخب وسط الميدان، وخاصه في الكولوار في الاطراف. عندنا درار، عندنا اشرف حكيمي، عندنا مزراوي اللي بيلعب في الاجاكس، هادو كلهم مختصين في وعندنا طبعا عندنا ضعف في راس الحربه، ولكن مع أمرابط بتتعوض. صحيح. يعني في ضعف في راس الحربه، واحنا بالنسبه لنا يمكن عشان متحيزين لازارو، يعني احنا فوجئنا انه مش في الاختيارات لا المره دي ولا في كاس العالم. انا غير كان في كاس العالم كان معبر عن نفسه جامد جدا يعني. صحيح صحيح. لان غير اللي قلت عندنا ضعف في راس الحربه، يعني مش في شخص لاعب، من لان عندنا كاين الاسلوب. لان كاين عندنا نصيري، انا في هاد الدوره دي في ثلاث مباريات صراحه قام بمجهود يعني هائل 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 جدا، واظن احنا سعداء الان في القاهره وبهذا المنتخب، وعندنا لاعب بحال نصيري، لانه الحمل والثقل ديال الخط الامامي كله هزوا على يعني على كتف. تخاف على المغرب من مباراه بنين؟ طبعا. اي مباراه عندي ده ما فيش شك، لان المباراه ما تكون سهله، واليوم في القاره الافريقيه ما بقاتش هناك منتخبات سهله، والدليل على هذا شفنا مدغشقر ونيجيريا. نيجيريا حتى يعني تنزانيا، الاقصاء ديال تنزانيا والاقصاء ديال بوروندي وانغولا كان المستوى ديالهم لا باس به، وخاصه مدغشقر. موريتانيا كان عندها عندهم لاعبين جيدين هذا ما في شك. مدغشقر اليوم كل المنتخبات اللي موجوده هنا كانت من بعد ثلاث مباريات كانت كتقول نلعب مع السنغال وممكن نلعب مع نيجيريا وما نلعبش مع مدغشقر. لان مدغشقر منتخب جعان صحيح يفوز وجعان بطولات. صحيح. وعنده الاغلبيه ديال اللاعبين بتاعو كيلعبوا بالرجل اليسرى وابهروا كل المتتبعين صراحه. انا احنا يعني سعداء بحضور ديال المنتخب بحال مين النجوم اللي لفتوا انتباهك لحد دلوقتي؟ هتقدر تقول البطوله دي هتخلينا نشاور على حد نقول ده اكتشاف البطوله دي؟ احنا شفنا في من بعد ثلاث مباريات يعني الفريق او العناصر اللي كانت في التشكيله ديال افضل مجموعه كانوا فيها اربع لاعبين من منتخب مصر. سبعه عرب. اربعه من مصر. اربعه من مصر واثنين من الجزائر. وواحد من المغرب. بالضبط. انا اندهشت اللي هم احسن فريقين. انا داك الشيء كنت كنقول منذ البدايه بانه عفوا لا خوف اشرف حكيمي من المغرب. اشرف حكيمي تماما. لا خوف على الكره العربيه او الكره المغاربيه او كره شمال افريقيا بكل بالست دول اللي ذكرت قبل بما فيه مصر. ممكن اذا كان العمل صراحه يتقن العمل في داخل المراكز التكوين والاهتمام بالمواهب، لانه مواهب موجوده
موجودة في كل المناطق، مركز تكوين قطاعات الناشئين يعني. يعني الكرة العربية لازم يعني تكون في مستوى، والكرة الإفريقية اللي الصماء في مستوى آخر، هذا ما في شك. أما بالنسبة للنجوم أستاذ، أظن نفس النجوم اللي حاضرين، الأسماء المعروفة اللي كتلعب في الأندية الكبيرة هي اللي غادي تكون دائما يعني الوقت الجزائر بارزة. الناس بتتكلم بقوة على بغداد، بتتكلم على نجوم ما حد سمع عنها وصغيرة وطلعة. صحيح، واللاعب بغداد اللي لعب اسماعيل بن ناصر، اسماعيل بن ناصر واسماعيل بن نجاح تماما. لا هادو لاعبين في مستوى عالي جدا، مستوى عالي جدا. لا غير هو اجسام قويه جدا. صحيح، هو في دوره في حال كاس افريقيا للامم، طبعا كل لاعبين يعني بيجتهدوا وبيجاهدوا على اساس الفوز باللقب مع المنتخب، وكذلك بالفوز بالكره الذهبيه في دماغ اللعيبه طبعا. والاغلبيه هم يعني اللاعبين المعروفين المشهورين والنجوم اللي كتلعب في عندنا تماما في الانديه. تأثير النجوم الكبار دول في الماتشات الإقصائية اللي جاية يبان أكتر، صلاح، ساديو ماني، رياض، ما في شك. هذا ما في شك، هذا ما في شك، هذا ما في شك. وأنا بالنسبة لمنتخب مصر أنا كنقول ممكن يظهر بوجه آخر في نتمنى في المباراة المقبلة. مباراة مش سهلة، جنوب أفريقيا من الفرق الناضجة اللي عندها ثقافة وعندها وعي وعندها تاريخها من أندية قوية، ومن أفضل مش. ومن أفضل المنتخبات يعني اللي المنظمة فريق منظم جدا. صحيح. فما ينفعش إنك أنت ما تبقاش كويس يوميها. صحيح. يعني لازم يبقى أنت بتقدم مفاجأة جديدة. الجماهير المصرية، أنت كنت في نفس البطولة في 86. نعم. الآن إيه اللي اختلف بين 86 وأنت كنت لاعب كبير في المنتخب المغربي والآن محلل وراصد للأجواء؟ فرق كبير، لأن اليوم أظن في الجيل بتاعنا ما كانش عندنا هذا الإحساس اللي عند اللاعبين اليوم، لأن كنا كنجيو نشاركوا في منافسة القارية في حجم كأس إفريقيا الأمم، ولكن أظن ما كانش عندنا ذاك الإحساس ديال البطوله الافريقيه، اهميه البطوله تمام، اهميه البطوله والفوز باللقب والفوز بالكره الذهبيه. هذا طبعا كيعطيك وشايف ان العالم كله بيتابعك دلوقتي، الميديا كمان يعطيك الصحه استاذ. دابا الميديا كلها تتابعك، كل احنا زمان ما كانش يعني كنا محدود، كانت الامور كلها محدوده طبعا. فالامور تغيرت وهو دائما يطرح علي السؤال على الفرق ما بين البطوله جيلنا الاجيال، الجيل اللي فات والجيل اليوم. انا كنقول بانه اليوم الجيل، هناك اجيال يعني الامور تغيرت في ميدان كره القدم، ولات الكره سريعه اكثر، و من الجانب العلمي كان هناك الامور اهم ومختصة في نوع ما، ولكن انا كنشوف بانه الموهبة كانت في عند لاعبين في زمان. زمان موهبة ودلوقتي العلم تماما كانت الموهبة. انا هاخدك في حتة تانية خالص، التحكيم. لا خليني معك. الله يخليك. لا التحكيم الافريقي، لانه على مستوى بطولات الانديه كانت هناك مشاكل شفناها كلنا. كيف ترى التحكيم الافريقي في هذه البطوله؟ على كل حال في هذه الجوله الاولى شويه مخلوع، مخوفني، ثاني مقلق، مقلقني التحكيم لحد الان. شايف انه ممكن الماتشات الجايه ما تحتملش بقى. صحيح صحيح، الحمد لله اللي غادي يكون الفار في استعمال الفار منذ الربع النهائي، لان شفنا بواحد العدد ديال الحكام ما صفروش على واحد العدد ديال الاخطاء، وكان المفروض تصفر عليها، وكان المفروض وعلى فرق صغيره كان ممكن تتغير تماما اوضاع كثير. صحيح. انا ابتدى في الاسبوع الاولاني كان كويس قوي،
بعد كده لما ابتدت في فرق مهدده وفرق تتضح معالم المجاميع التحكيم بدا صحيح يتهز شويه. هذا هو اللي خلانا شويه نكونوا قلقين من هاد من هاد من هاد الناحيه. نتمنى الله يعني الامور تحسن. انت معاك المواجهات عايزين نساله ويقول لنا ترشيحاته ايه تقول ترشيحاتك بكره. نحاول أوكي. بكره المغرب وبنين البنين المغرب وبنين المجد. انا اظن على الاقل 2-0 للمغرب. 2-0 اوغندا والسنغال. اوغندا السنغال انا ممكن نقول اوغندا ده هيبقى يعني توقع. ده انت يمكن تبص لسبب العامل صحيح عامل المدرب. انت بتقول على رينار ثعلب الناخب ده ايضا بامكانيات ما فيش حد طفره عنده لكن قادر يعمل فريق جيد جدا لانه هذه المنتخبات في حال اوغندا احنا شفنا يعني متعب جدا متعب وممكن مثلا السنغال لو يعني تستمر لما نقولش غير تستمر في المستوى ديال اللي لعبت به حتى الان بالعكس طلع من درجتين المستوى بتاعها لكي تتغلب يعني ما نقولش بسهوله ولكن يعني تتغلب يعني ظهرت بيه قبل كده مش كافي بالنسبه لا مش كافي لأدنبغة. انا بالنسبه لي مش كافي تتطور اكتر طبعا من كده. طيب. طبعا السبت ان شاء الله نيجيريا والكاميرون. على فكره ابراهيم ارصد دي لان ما حدش قال الكلام ده غيره محدش توقع اوغندا ضد السنغال الا كابتن عزيز. صدام الاشرار نيجيريا والكاميرون. واو نيجيريا احنا كنعرفوا بانه نيجيريا دائما خسرت عده القاب امام الكاميرون. نقدر نقول نيجيريا احتمال الاثنين يكسبوا. لا أنا ممكن أنا كمان نيجيريا عندها منتخب قوي و... مش هتقول كام 1-0 مصر وجنوب أفريقيا 3-0 مصر 3-0 الله يخليك. يوم الأحد مدغشقر والكونغو الديمقراطية. أظن غادي نقول مدغشقر. مدغشقر ده انت رايح في المفاجآت 1-0 ولا اكتر؟ لا ممكن تكون 2-1 الجزائر وغينيا. الجزائر 4-0 لا 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 انا حسب يعني هذه الفتره الجوله الاولى لان غادي يكون ضروري يكون شويه ديال التعب. خلي بالك ان الفرق كمان شافت بعضها يعني صحيح. الجزائر فاجأت الفرق اللي بتلعبها وخضتهم بس هو بالماضي استخدم عدد كبير من اللعيبه يعني حيت هنا ده الشيء قلت انا على التدبير كل المباريات ممكن يظهر بعض العياء على المنتخب الجزائري لان عملوا ماتشات كبار بمجهود جامد جدا تماما جدا الحراره يكسبوا كام؟ 1-0 مالي والكوت ديفوار. اظن الكوت ديفوار كوت ديفوار 2-0 غانا وتونس صعبة أصل تونس مش من الفرق اللي ممكن تتجاهلها برضو رغم إنها ما أدتش أكيد. كويس يعني بس وغانا مش ما قدمتش المردود اللي يخضك يعني لكن غانا لا غانا كتبقى غانا صحيح وخاصة خبرات البطولة كمان هذا ما في شك انا صراحه انا كنت بغيت نقول بان تونس من القلب الخالص ونشوفوا تونس المغرب الجزائر ومصر في المربع مفاجاه في المربع الذهبي لكن المستوى اللي شفنا به اليوم حتى الان صعب باش تنتصر على غانا اظن غانا المهمه صعبه غانا 1-0 ممكن 1-0 البطل هو انت عندك الرؤيه في التوقع خلينا نجيب من الاخر انا عندي احساس بانه الفاينل غيتلعب ما بين مصر والمغرب مصر ان شاء الله طبعا النتيجه غادي نخليوها حتى
لا خلاص بقى اذا وصلنا فاينل ما فيش حد يقدر يتنبأ بشيء يعني. اعتقد كده احنا كمان وصلنا للفاينل مع الكابتن عزيز بودربان. اشكرك سعداء جدا جدا ومرضتش يعني انا بخبص كده بصيت على الساعه انت قلت انا عايز امشي 11 ونص خدنا منك ساعه مش ساعه خدنا طيب يعني مش معقوله ان احنا نكون معاك ونقدر ننهي البرنامج قبل ساعه يعني مستحيل يعني. احنا نشكرك على يعني تضحيتك بالمهمه بتاعتك عشان تكون موجود معانا سعداء بيك واهلا بيك وباذن الله قبل ما يعني هنختار يوم كده ان يزور النادي الاهلي طبعا لازم يكون معانا في النادي ان شاء الله ان شاء الله. على كل حال الى فوزنا على البنين غادي نكونوا ثاني الاسبوع غادي طول نحتفل على البنين في اقامتنا هنا في مصر باذن الله ونشوفونا في نفسي طبعا ضروري نشوف اخي الكبير محمود الخطيب ان شاء الله بعد مباراه بنين والمغرب إن شاء الله. تحياتنا ليك للمغرب والجزائر والتونس ولكل الفرق الافريقيه ونتمنى اقامه طيبه طبعا في بلدكم يعني وان احنا نظل على حسن الظن في تنظيم هذه البطوله مع نلتقي احنا والمغرب في الفاينل. ممكن نقول كلمه طبعًا. في 30 ثانيه طبعا غير كنتوجه طبعا لكل الشعب المغربي لانه صراحه التعامل ديالو في شخصي هنا في القاهره كيحسسني انا واحد من هاد الشعب لان في اي حته في اي مكان رحت الحمد لله كنحس براسي كأمير يجول في مدينة القاهرة وأنا كنشكرهم على يعني وفائهم وحبهم. أنت عزيز يا عزيز. أنت عزيز. شكرا. شكرا. شكرا جزيلا للكابتن عزيز بودربالة نجم الكرة العربية والكرة المغربية واحد من نجوم الكرة اللي أمتعوا العرب على مر فترات طويلة جدا كان ضيف عزيز معنا النهاردة. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل يستمر حوارنا وكلامنا عن الكان وعن الأهلي مع الكابتن عادل عبد الرحمن لاعب ومدرب الأهلي السابق بعد الفاصل.